مازول يا ثما سويث مازول قام شتوار من كذاني تاتي تيجن الشنطن نوز دن بدذاني تاتي تغا القنصلية وفي ثار نساس دا تصواني ثما ثنق كما العادة أدناس أنت الصيوض أور النغ إرم خزن نغي عربطني شنت نواس نجيبو الاعلام المهم نقيت باش هو الدار نخبا مي مي تغوا نتق الاعلام اثينا نتق خاصن اخ الوقفه ثامثينا غير قنصليات نتق خاصن الاعلام توقع عند تنغل على القالات اقش ما مش نطني ثومت أزول ثومة العبد الغناني القنبولة قداني تاتي تحضار باش نتوارى نوز داني تاتي تنقى الوقفة داني تاتي تغاو في ثار ثومة العبد الغناني جغش كوار نش ميميد نوسا نبد ذاني تانيت ميميد تغوى نبد عاود نوز نبد ذاني تاتيت ميميد نوسا ذا نبد لسيدة ذا نبد النهارة المهم قد وارى بينا علينا العطلة الصيفية بزاف من ياش ثلاثنا ذاني تندي الشتاء تيدي في النرقس تغندين ديال ذا نوتريخ نغنى وحيلس دا غاس غا القنصلية ها قد سندت هذيك السن بعد المساء السن الإدارية نسيت ذاتنا نحظى باش نتمدى اش تماتنا يمكن هذا على العطلة غادا عارف ونتمنى غادا حنا عارفين كوان كوان حنا ضا حنا شنو نقاشي وإذا نقال شا مواطن ون ولكن خصوصا هذا حنا عارف إنسان هذا حنا نهار إنسان هذا حنا ياش تمات سن ديالي وكون شا غارغاب تضيع الدنيا ديال 20 سن وكيستافد نسمانية استافد نزايس سواء المخزن سواء قاع شفاني ذين الجام تتم زيارة في سنين شين البدا أجن بدلة شن أزغات ومن بعد من البد ذاك كرمزية ذات اللي تمثل النظام المخزني ناس الدين نشين وانت ذويرات فا إلا ما راقب القناش تمثنا في الجن الرهائن عن النظام المخزني وعلى رأسهم ناصر الحق ناصر الزفزافي إذ جلول ذا حنجيق المجاوي الباريا المهم قايح جاني مزيان ولا يني مقرن ثاني تين تام زيارو هي اطلاق صراحهم لان اثنين المهم توحت من احكام جائره احكام انتقاميه للنظام ضد الشعب الريفي انشن سنيت بان انتقام وهذه لا مسائل قضائيه لاني نواصل بالقضاء اني خدمن اير مخزن خدمني الملكيه دواغ جيجان يعني بيت القصيد نسني كمل وكل شيء مدين جين دارف ورا من يندي حق أهل الريف سواء العسكارة ورا الحصار ورا عظيم الرنخي وذان قصر مقيف في غديج وني جل من دو ومقان لحقوق الإنسان الحكومة ني إيجا غيج نتقرير عاوذ يعني ديسنت نشين قاريم كنا دوري شوية هذا فاسع عن ثين عذاني ديسنت يعني إتش التبريرات كل شيء مادي نقمع عن دين داري فواش سيور لا بأن قصان إنت دوارة خيوذان وان نخطط فن وان كل شيء حتى مثلا تعدي وايجي حتى نصر الحق يعني قواجي عدمت وانما غنتا غيجي نوع المقاومه وخا مخميف كتا غير خفينس
يعني يجنوا واش هو النظام وليدي النظام كي صغار قن النظام كي قام بان قن الشرقه ديال مؤسسات قان المهم دوله القانون القوانين الى اخره، ولكن الدوله فاشله الدوله مريضه انت بثي شتما ايريفيين اقينا ضعفا ضعفا قبل المخميطه في صحاريق يسند بان ضعيف يعني هو غاصب الحجه من غادي يري بان يحكم خانغدين ماشي رافضين الحكم هاقت جمله وتفصيلا ورا الاديال انسان باش شنو بنيوبه هاقت ورا الشقر ورا غيرهم وغيرهم زي الاحزاب السياسيه وبالاخص الحزب النومي قاع الاتحاد الاشتراكي ذوني يجا غيجن الفيروس يجن السوسه الطمقران يجن الصبن ديني النظام المخزني الملكي زي الستينات يعني زي اواخر الخمسينات الستينات روح تساهم دي الاجرام سي قد كديني حتى النومي قاع المجلس النومي قاع الوطني لحقوق الانسان النظام أرين ديستني بقان قولي يشتسي الاتحاد الاشتراكي بن يوباها قز الاتحاد الاشتراكي يعني ينها قيل يعني الزمرة يهاقات من وذان الريع يقود فناقر مخزن تسنت كذلك تقن طاقار انسان أمش خيسن وكل شي منيني المهم باش أذي قزم زعماء ولا أذي الصمزي زي الحراك الشعبي الريفي يتسمس الأحداث يعني بالتركيز خسامية كمصطلح انت واجب الاحداث واني قناص الريف العظيم والشامخ وسقان بالاحداث واني واجد الاحداث واني الجماهير الشعبيه الريفيه ديفغن واني ناصر الحق واني رمز من الرموز الكفاح الشعبي يعني السلمي ياريف كي طالب نفس الحقوق المشروع عن الشعب الريفي مخفي طالب عقود من الزمان سواء زي العشرينات القرن الماضي حتى روحها فاتن الا استمراريه للملحمه من التحرريه للاحرار نعرف وخان شي نهار قان غدانيتين نجي ديج النوع مش جزاس قان دياري في اللي نقرب دين شي داعمي للحراك الشعبي ناريف ديجين بعض الكلمات سمانا الشنطن حتى نشن كوادي نفس وورني الشنطن صباح هاقت نسير داتي ناس نجي الشنطن طافي الرمز دانيتين نينات الدوله وفي تاع نسير غاس دانيتين احتجاجا خل ممارسات نسن مش مجد وحتى خل الاداره نسن دانيتين لانه هذا بول شندات الدوله تاع غنغدا بوش المركز الوطني الاداره سمي جيتي تمثالين دانيتين القنصليه هاقات الوسخ هذا تاني اللي تساسم لي المعطاقات مش القاريه شتنا نفسو شتنا المغرب اللي غير حنا المغرب راه حنا غاد مواطن ليك اللي ساتا يشتنا غاد عارف نوان ساتا تزام العائله تنوان ساتا تعاون شتنا تنوان يدي لجان ومن الحكومه تزام المواطن وانت نوان وانت تكس حد وخصي كنا بين دراهم لان قد وارم بزاف الشباب تحاول انا ضعف كنا خصنا تسوف الشباب زارف خاص باش تحول المدينة تاعنا من المستوطنات هذا سنة تفنديمورا توزع عند خيغاب يندينين صحاب الخليج خي فرنساويين مانايا خصنا نمشينا نبد خص مانايا وايتيري واه تحياتي ثم تعلمني يجوز قصيده كاع ذوق وضاد الطاس يعني وذان تغرس نقل حراك ذاني تاتي دني غوينات شتغرسني وذان وطفن شغا الشارع عبد الغنينا مع العلم توقع ديني نخدم ثواني الستار مي زمان خذيني داني تاتي تذاخ نعاود هاس وباش نقضي الشفه غا الشارع الشارع انا نعبد باخر الراي نعبد ريفيا خا الراي نسن يعني دي مظاهرات دي مسيرات دي وقفات داني تاتي الشتات هذا لا يعني بان وذان ما مروات فرنشا ولكن شتو ني دي قدام يا بور نسن ني نفس الطبان ني مش مش خاص ندوخا الحكم خلي النظام ني يعني الجائر قد خاص وسيت تكس الكراهيه ني النظام ني قد قايو تنقى يعني ومنايا غير تمادى عاد عاد بايتاري ولكن ديني العمل نظني روح كل المسائل كري نوعيه وهذه الشغا قضيه نبدا غنتفق المهم تحسن الزان سواء الذي الراي العام هولندي ولا بالنسبه للدول النظري مثلا دي بلجيكا ولا دي فرنسا ولا زرين ماني جنب داتين اريفيين داتين جنب الشتات عبان خلق هذا نصن فضح النظام مني يعني وان قيمش نتعود حمانايا ذا زجر هذا درت سنين المسيره هذه ومازال الاستمراريه دجا روح غادين عاوتاني خصها ديال النضال عاوتاني نوعي دايس المسائل اللي خصها تيري عندي الملفات ندق الاتصالات ندق منايا قد وتير نقاضي الله يفقنا منايا يكو يعني النظام يتوفضح
يتوفض حيا الزو الناس غيفغوا واسي زما لان يوذان قاحميه خاك تحكم العصابه قال العصابه تعيش النهار النهار وتستغل غير سبوة تاع اخر وقت ولكن الوقت حتى الشين غانغر وقت معناه نسبه لنا الملحمه نتاع حروريه مستمره وتسلب بيحك. تحياتي ومثل عبد الغني ومثل خالد الجغواري شكل خو عاد المهم تغوث روح هذا اسنتين اذا اسقاط الجنسيه نينشو ضاب بذورد هذه تسمح لها اخويا كريم تسيرو شويه الجهل وسيور واه الكاميرا يا غاميه. اولا تحيه نضاليه تحيه المجد والخلود لشهداء شهداء المقاومه الريفيه المسلحه تحيه الصمود والنضال والكفاح والمجابهه لكل المعتقلين السياسيين القابعين في سجون النظام نظام الذل والعار النظام العلوي الدكتاتوري القائم بالدولة المروكية. تحية نضالية عالية لجميع الأحرار المتواجدين في ريف والمتواجدين في الشتات. تحية نضال وصمود لعائلات المعتقلين وتحية نضال وصمود لكل من تعاطف ولو بشكل قريب أو بعيد مع حراكنا المبارك السلمي حراك الريف. ولذلك اليوم ونحن في هذه الوقفة الاحتجاجية أمام هذه القنصلية اللعينة هذه القنصلية التي تشن على الريف حرب نفسية هذه القنصلية التابعة لدولة ديكتاتورية تدعى بين قوسين المغرب. نحن اليوم نبرهن هنا كمعتقلين لحراك الريف على تضامننا مع إخواننا في سجون الذل والعار وعلى تشبثنا بمطالبنا وبحقنا في العيش الكريم وفي الكرامة والعدالة الاجتماعية. طالبنا بمستشفى وجامعة طالبنا بالعيش الكريم طالبنا بالحرية فما بالدولة الدكتاتورية المغربية إلا تهاجمنا وتقمعنا وتعتقل في أبنائنا. الدولة الدكتاتورية المغربية تشن حربا نفسية على الشعب الريفي البطل تشن حربا نفسية على المختطفين المتواجدين في سجون الذل والعار وعلى رأسهم ناصر الزفزافي الناطق الرسمي باسم الحراك الشعبي ورمز الحراك الشعبي. وبهذا الصدد أحاول أو سأجدد يعني كمعتقلين لحراك الريف أننا متشبثين بمطالبنا ومتشبثين بعدالة ملفنا المطلبي ومتشبثين بحرية متشبثين يعني بما يسمى يعني ما يسمى قدرة حيث عرفت يعني عيت مطلقي جنك الحبس أنهم أبرياء متشبثين ببراءة كل المختطفين المتواجدين في سجون الذل والعار. لذلك نقول لهذه الدولة الدكتاتورية الدولة الصهيونية الدولة المروكية أن الشعب الريفي البطل لن يتراجع بأن المعتقل حراك الريف أينما تواجدوا سيناضلون وسيقفون كجسد واحد مع إخوانهم المتواجدين في سجون الذل والعار والمتواجدين في الريف العزيز. ولذلك نقولها ونكررها لألف مرة بأننا كمعتقلي حراك الريف سنتشبث بملفنا المطلبي الذي عذبنا من أجله والذي اختطفنا من أجله والذي عذبت عائلاتنا من أجله. ذلك الملف المطلبي ملف حقوق مشروع طالبنا فيه بالعيش الكريم طالبنا فيه بمستشفى وطالبنا فيه كذلك بالجامعة وطالبنا فيه بحقنا في الشغل كحق مشاع لبني البشرية. لهذا أقولها للمرة الألف بأن نحن كمعتقلي حراك الريف وأتكلم باسمي أنا خالد كمعتقل سياسي سابق على خلفية حراك الريف بأنني لن أتراجع ولن أساوم على قضيتي ولن أبيع قضيتي ولو على حساب حياتي ولن أخون إخواني المتواجدين في سجون الذل والعار الذين يتكبدون لحد الساعة ويعانون لحد الساعة الويلات يعانون التعذيب تعذيب جسدي وتعذيب نفسي يعانون من أنهم
يعني في تلك الزنازين أو في تلك السجون الرجعية الدكتاتورية لا توفر لهم حقهم كسجناء في الصحة، ولا توفر لهم حقهم كسجناء في أنهم أن يزاولوا أنشطتهم اليومية في زنازينهم، الزنازين المشؤومة، الزنازين الدكتاتورية. لذلك أدعو من هنا، أدعو من هذا المنبر جميع الأحرار، جميع الريفيين الأحرار الذين يؤمنون بقضية حراك الريف، والذين يؤمنون بشرعية مطالب حراك الريف، أنهم يجب أن يقوموا بمثل هذه الأشكال، وأن يخرجوا إلى جميع القنصليات والسفارات سواء في هولندا ولا في أوروبا عامة، أن يخرجوا وأن يقولوا كلمة الحق، لأن حراك الريف حراك مبارك. 3 سنوات من النضال، 3 سنوات من تراكم النضال للجماهير الشعبية، لسواء في الريف ولا سواء في الشتات، 3 سنوات من الصمود، 3 سنوات من الاعتقال السياسي الذي طال شباب خيرة شباب الحسيمة، الذي طال خيرة شباب الناظور، الذي طال خيرة شباب الريف الكبير عامة. ولذلك أقول وأكررها للمرة الألف بأننا لن نتراجع خطوة للوراء، وبأننا على ملفنا المطلبي وعلى يعني عدالة ملفنا المطلبي وعلى حرية مختطفين الذين يتواجدون في سجون الذل والعار، سنبقى هنا نناضل ونناضل ونناضل للمرة الألف من أجل أن نحقق ملفنا المطلبي، ومن أجل أن يتمكن جميع المختطفين وجميع الأبرياء من أنهم أن يخرجوا من تلك الزنازل وأن يخرجوا من تلك السجون الرجعية، ويعيشوا بكرامة، ويعيشوا العدالة الاجتماعية، ويعيشوا ويعبروا بحرية في وطنهم الريف، في وطنهم الريف، وأكرر للمرة الألف في وطنهم الريف، لأن الريف كبير عليكم، قضية الريف أكبر من سياستكم، قضية الريف قضية شعب أراد أن يبرهن للعالم أنه شعب سلمي، شعب حضاري، شعب طالب بالحرية في قرن الحرية في قرن 21، شعب له تاريخ يقشعر له البدن، شعب همشته الدولة الدكتاتورية المغربية من شتى الجوانب، الجانب التاريخي همشوا المقاومة المسلحة وتاريخ المقاومة المسلحة الريفية، وعلى رأسهم جدنا العزيز، جدنا البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي، وجميع الرفاق وجميع يعني المجاهدين الذين كانوا يقاومون ويتكبدون المعاناة على أغلال أو جبال الريف من أجل أن يخرجوا من هناك المستعمر الإسباني والمستعمر الفرنسي كذلك. ولهذا نقول ونحن شعب يحب الحياة، نحن شعب لا نحب أن نركع لأحد، نحن شعب نحب الحرية، نحن شعب أوروبي في قارة إفريقية، نحن شعب أراد أن يبرهن للعالم بأنه حضاري وسلمي، شعب أراد أن يبرهن للعالم بأنه شعب لن يتراجع للوراء، وشعب يتضامن مع إخوانهم، يتضامنون فيما بينهم في السراء والضراء. ولهذا لأختتم كلمتي أقول وأكررها، هذه رسالة لجميع الأحرار، نحن كمعتقلي الحراك الريف هنا في الشتات وكطالب لجوء هنا في الشتات وخاصة في هولندا، سنقولها للمرة الألف بأننا الآن أو اليوم أو من اللحظة التي دخلنا في هذه القارة أي أوروبا، سنقول كلمة الحق وسنعبر على ما لم يمكن أن نعبر عنه في تلك الدولة الدكتاتورية، وسنبقى صامدين متشبثين بحرية إخواننا وبحرية رفاقنا وبحرية الأشاوس المتواجدين في سجون الذل والعار، وسنبقى يعني متشبثين بقضيتنا أي بملفنا المطلبي المشروع الذي ستحققه الدولة الدكتاتورية اليوم أو غدا أو فيما يعني سيأتي، لأنه ملف حقوقي يعني شرعي وله وللشعب الريفي الحق فيه،
وتحية نضالية عالية، وأحييكم عاليا، وعاش الريف ولا عاش من خانة. عاش الريف، عاش الريف، عاش الريف ولا عاش من خانة، ولا عاش من خانة، ولا تعايش مع النظام المخزني. تحية نضالية. ثاني على شو انت شن شعرك؟ ريك شعرك شنبور؟ شن شعرك؟ زبزب يا ربك صمت صمت في السجون، في السجون الرجعية. زبزب يا ربك صمت صمت في السجون، في السجون الرجعية. Oh!
أقنا قي أوتريخت أي إثما أقنا قي ورن قنصوريان أوتريخت جو قي دينار بلا انثورة قاع أنا خضرت بلا انثورة نياسن الحساسية وقعاسن الحساسية غادي آخر كلشي كايبد كلشي فوت ديال البيراوات الله يا إما هما راه طريقني إثما ثنق مش توري ما في مسويث ما جنت تحية طم قرنتي وما ثم خالد الشعار الثاني تتيت تسمى قرخ وعاد بالله عن طوات الثاني تتيت مش تسوان تسن تسوان الثاني تتيت مثلا غنشنو غنغميز غنقول وجاقك انت سكارا النق ود انت سبوس الاسماء المستعارة راني غنقى مسكارة خغنبوب نشين تفق الثاني تتيت خير حق وتجبو انت سدن قلفيتنا ني غنقى انقل فيتنا انا غنكشان حاجات نشين تفق ذاني تاتي تخيف مثنا نوشا القسمية مثنا نوشا القسمية عارف نوشا العهد العائلة في المختطفين لا تراجع اما غنقيم صغيو خيف مثنا واني تاتي تذلوا جيبايا يثما سوي ثما نشينو في ديجن الفرصة مش توارم تسن ذاني تاتي إيريفيين خوض العطلة ما رد تسن دا أزونا تقضان حاجة نسن تسمنو في ديجن الفرصة تم قرانت باش أدناس ذاني تاتي أنتسيو التبرات شعب الريف قرارة اسقاط العسكرة شعب الريف قرارة اسقاط العسكرة شعب الريف قرارة اسقاط العسكرة شعب الريف قرارة اسقاط الخوانة وشعب الريف قرارة خرجنا وحتى جينا من كل مدينة جينا وخرجنا وحتى جينا من كل مدينة جينا الكرام اللي بغينا والبغز اللي يقلع فينا الحرية اللي بغينا والبخس اللي يظلم فينا والعدالة اللي بغينا والبخس اللي يضرب فينا وخرجنا وحتى جينا من كل مدينة جينا الحرية اللي بغينا والبغس اللي يقمع فينا الكرامة اللي بغينا
السفير ارتاح ارتاح سنواصل الدفاع جنون ارتاح ارتاح سنواصل الدفاع السفير ارتاح ارتاح سنواصل الدفاع جنون ارتاح ارتاح سنواصل الدفاع Vai ter um vagão. يعني غزا ثاني ثما مقت ورم يعني واخذ البوليس من هولندا شن تقن التعامل يعني شن سكول احترام يعني وشن دغاك تسقسان يعني من ذات القام تزوذ سنران ثنين ميخن يعني ميخذان طفا يعني غزان رخصة هذا حد خذ من الشهر انسان جو وشن تيقوب يعني وشن تشري حاجة مواسق انجل مغري وإنما العكس كل احترام تسقسان من تزوذ سنران ثنين من ذات وقعان غزان رخصة هذا حد خذ من الشهر انسان باش تسلم يعني الفرق ما بين الدولة وفيثار الدولة يا ثانيتين يعني قد جند إجن الدولة ديمقراطية الوضع إجن تسميج المستوى الديمقراطية إجن مستوى إجن مستوى تمن النضج الوعي أنه ماذا أظن أشتو يقع لذلك مختورة ما يثمثنا قيث مثنا ما نصنع رخصة هذا حد خدم الشغر إنسان تحيشكم عاليا وشكلنا على المستمر تحية نضالية عالية تحيشكم عاليا يثمى
يا خارة الدولة الحق القانون. واه صح. ثم عبد الغنيدي صغش قريش وسقسي من ميدوسي البوليس من القانون وسنقين التليفون. تفضل يا ثومة عبد الغنيدي. البوليس وسين الدانيتين. شوية تشجع. باش تسمى سوشت لا باش تسمى قفين ديك شنش حاجة ندقيت قانونيا يعني ربدا غانغ فيري غانغ الترخيص باش انا يمكن نلقي مديري شنش حاجة دي مكان عمومي لابد خص الترخيص غا البوليس. أنا سبين الشين قرا غانا كيس ندعى علاقات مستدامة طلب بسنت تشنا الترخيص ميخ ديوسا لنا ينا ستريفو ينا واجبو دينا البوليسي دي تسن ترقى بالمعاك الرخصة نغلا ولكن ينا ينا ستريفو سنة زي البناية ياها قتنا جيت متالن روب سخنا عربات نرسم قد جندانيتي المهم السور السجاد هنا ولكن شين ذي الرخصة النقضة يسبي النق نشين قوان الشعارات قوان السور السجاد قوان الخضب قوان أنق الإدانة غي النظام ها قد التمثيل ينس دورة ذي الرخصة يعني بالنسبة للشرطة يوسين نجي واش ممكن أخندوش دمان يورن ذي الرخصة إغرام من دزن النق إنش نتمنعون التوفيق ونتمنى إطلاق سراح المعتقلين ونخيس بأن إريفيين إذا جندت دي الشتات مش قتن دنيتين كمواطنين دي هولنديين دي إريفيين أذي عيش نصر كارما نسن احتشت مسن دي جاندين دي إريف مهم دواء إخني تمنى يعني السيدة ها قتن دي سنز الشرطة وراء الزميلين سدي العمل دواء وينو ميخد جانت مضاكا يعني يغرى بالرخصة غامة من دس لنا إننا غبي تمنيغة والتوفيق ومن دي ذنا مقدو النجارة وغاون مهم استمرت بمن جد الجب واه تحياتي واذ مانا يا عبد الغنيدي نشي نقا نغذالي تنشر بدنت ايش نقطة نغذالي ايش تديني ايش نسو اجتماع ولكن يظن تقدم الديثي قادر الرخصة وشينا شديد ياسم بيرنا شن غانا العلاقة تاك البوليس سنة نغمة شجا وشين نيا القضية ياقاتهم بس لعبش لان جاريف شنطة نبيس الدعاية ولا غاني نيا شتمت نغوياتي وذانيتين غال قلسول حتى تجم الوقفة الوقفة شين قضية رمزية استنكارية تنديدية وفي نفس الوقت ذايس حتى التذكير نقارو قاعدين العطلة نقار يشت مثلنا سواء اللي تسمى الناس ينسمي دي تسمى بكسن ذي وريق ينسن الله يكون في العاون ذي بعض الحويج نسنا ضحن يمكننا ضحنا الدولاني وفي ثار نقار اصلا بالتوية سنة بمزوغ نسن بينا قطع مراجم الدولة قطع مديني غاجم المواف قان سلخ شيء ساعة خمير قان ساتين قاد الحمس قان تيجي الحمس ضمقة ما حد الزام العائلة ولا تجم ولكن غرات خشم غاب ديواناني يتبدى المعاناة للمشاكل سواء دين دي الديوانة ولا خميت الجوان دين يا ذي خير ما رخصني تكن دي الشامي خميت ذوان زي الشامي ذي نشكر قحقا نوقت كخفي قيدي ليتا دي الإدارة كافصا نايلي العائلة سمات قد بنت اثنين كافصا المجتمع يوسخ المجتمع قعيغية ملايا مهم قارو نزيرو خرجي احتاغ على الشايعة والتسمة تشكر مهم أطا حمس ثانيتين بين تسلم بين خون غيكم الصوت عبد الغنيدي نغزمات عنيت شو هذي الصوت حتى قد سلم زقوم زيارو من خاور غيت كن ذي المواطن يعني ذقام غال معاناة ذقام غال معاناة وكنا زقواش حتى بنادم يتذوال في سبتمبر عادي بدا يشكى وذاتين شن ناقش الشنطة الناس ذاتين الطافي يجيناها قيني خدام الدولة باش هذا في المنغال علي ندير ميل فاثنسن لان شن ضد النظام المخزني الممارسات ينس ومنبود غانغ منبود يعني جميع الشطحاتين سي خارقنين سادقين سواء انا ديقين التقارير نسن وارا الخود عن سني خارق نسن وارا الدقنين من بعد ما يسمى باللجان اللجان مثلا
حتى الاخر المطاف ماشي سقاص فرانسيس 25 كم اري يعني واحد جدي ذهب 20 ساعه عدد فغن وذاك اللي وذاني اللي خدم دي البوليس السياسي خدم قطارين دي بعض الجرائد دي اللي موقع الانفاس قيس السن السيدة اللي نقصد اقدم تنتا دي الجنانين 60 واحد تا انسان مهم قد البوليس يعني البوليس السياسي ويتاري دي دي انفاس ثاني جريده البوليس السياسي ديال المغرب وفي نفس الوقت سند مطون ديال الليجان مفسونا بانه من اجل اطلاق سراح المعتقلين وثنجي الشتات مزيان ديال الحراك الشتات ديال المعتقل ديال المناضلين ذات الشتات يعني خانق مقالات وفي نفس الوقت يلتحق سن الجناني اذا بقى غير بعض ديال الجن ديال الجناني الجن الصحي بدا المهم نزهاء بدا بالفعل غاصن الغيره خارج انسان الغيره خاش تمسني الجن ديال السجون الدولي والعار ولكن ما يمكن نقبر اربعه ديال النبذان سواء قلت انت من الحزب الاتحاد الاشتراكي اللي هو تسمي غنش اتحاد التشارك مع المخزن ديال القمعينس حتى تريد قبر مثلنا كذبون ديال الجناني اللي يدري خص واحد النوع ديال الفرس خصها كنا نتصفى وني خص الصحه هذه من الخارفين ناس هذه من الخينات ما غادي من شنو وانت شبو اللي بيصيخش الجند من حق كل واحد يمكن هذيك اللجان من اجل اطلاق سراح المعتقلين قتلت من طلب التنشيل دانيتين وخسرت الجيم ولكن الجند صور نون واجي سي مفهوم عاوتاني تبدا من نوع الركوب النضالات نبدان سواء للجان ديال السجون ولا الركوب النضالات الشعب عارفي اللي خصها يحقق الانتينس واجي باش التسمه توجدم يعني لو غنبوراق وغنبوراق في الساحه سواء ديال الاداره السياسيه او على المستوى النظمي دوسي متاعي يعني دين جي وذان قيس سني سمين سواني تين قاس برما دين غي سميناش السيدة قاد أقف مهم يتاس دي تطوان يتاري دي أنفاس ما عندنا أنفاس أنفاس تاتينو بيقان بريس جاجة قبر قانص الوطن الآن ونو ميقان مدريس قانص هريري ينزي وميقان إنات البوليس السياسي في المغرب رباس 400 حتى 2 التحق ديال الجنان اللي باقا نتنباه غير 400 جن ديالي قاستين واحد يعني مارس سفهم دغاري جن 20 واحد داعي زن دي مغناس نصح باركه زي الجمع ما كيدون ركسخ الاتحاد الاشتراكي وراء ديني قمع النارف ديني قس المهم يوقع عندك بزاف الحوايج ديني قاعين المحاميين ديال المحاكمه الضال البيضاء سواء ما يسمى بينا الدولة ولو نضرب قضية الأمن المهم ينها قاين أخسد غير من بودين أما بشي جم من بود النظام ينا خدام النظام خدام المخزن ينا قاين خسوة تريدي شال الجنة ينها قاين تسمى تجين الركوب في وضع النظري أو كل ما غاد جدقني انتماءات مشبوهة فإذن كل ريفي حر أذيري مستقل جميع تنظيمتها قتل الوسخة إديوسين زيز إكس ليبان تراجوخ يعني بنادم مخصصه بك شي فوس خاص برما مديني غدا كاين ولا المهم كشت فوس نون زكفا السن نجو بسخ وشكرا لكم يا شنو السلام منفكش على المغرب منفكش ومنفكش منفكش على الدولة الفيثارية منفكش ومنفكش منفكش على الدولة الفيثارية منفكش عمدة صاروخ مش توريني ثم سويت ما توصل مش النوم مثلا عبد الغني وسين غانغ البوليس جلس التليفون الثاني تاتيت كميس نغق التليفون تغير سدسن المخزن نوم شانا هذا نغيق مع المخزن نوم شانا ذا ديمقراطية تحترم المواطنين الناس تحترم أي ذو الناس خوينا رمق التليفون تغير سن أم المخزن نوفيثار أدياس هذا نغيق مع هذيك ستواني مثلا أخا نغيزر لا ونشين ردنتك مسائل قانونيين نشين سلميين
هاد الناس انصيو التبرات ناي ثماثنا يتجن يسجن ذل والعار نير تبرات نعري فينا نوري فيه ما نبدا عاشر ريف وخات عيامة تطفي وتحشماء وخات عيامة تطفي وخات عيامة تطفي وخات عيامة تطفي وغات شعل غات شعل غات شعل غات شعل وهي نار الجماهير وهي نار الجماهير نار قوية غات شعل نار قوية غات شعل والجماهير اللي تفليت وحدتنا لازم تصمد وحدتنا لازم تصمد وخات عيامة تطفي وخات عيامة تطفي وغات شعل غات شعل غات شعل غات شعل وهي نار الجماهير وهي نار الجماهير نار قوية غات شعل نار قوية غات شعل الجماهير اللي تفليت جماهير اللي تفليت وحدتنا لازم تصمد وحدتنا لازم تصمد النضالات الشعبية النضالات الشعبية لتكريس الهوية لتكريس الهوية وتحية نضالية تحية نضالية الجماهير الشعبية الجماهير الشعبية والزفزافة يا رفيق زفزافة يا رفيق صمد صمد في السجن صمد صمد في السجن وجلول يا رفيق جلول يا رفيق صمد صمد في السجن صمد صمد في السجن ونبيل يا رفيق نبيل يا رفيق ونازلنا على الطريق ونازلنا على الطريق وناصر يا والأبلاق يا رفيق والأبلاق يا رفيق والمشاوي يا رفيق والمشاوي يا رفيق المعتقل يا رفيق المعتقل يا رفيق صمد صمد في السجن صمد صمد في السجن والسجن الرجعية والسجن الرجعية عاش الريف عاش الريف عاش الريف ولا عاش من خانة ولا عاش من خانة اعتقال السياسي اعتقال السياسي اعتقال السياسي اعتقال السياسي قضية طبقية لمعتقل والشاهد معتقل والشاهد التحرير الشعبية التحرير الشعبية اعتقال السياسي اعتقال السياسي قضية طبقية قضية طبقية لمعتقل والشاهد معتقل والشاهد أرض التحرير الشعبية أرض التحرير الشعبية محسن يا شاهد محسن يا شاهد وابو
دولة المؤسسات الديمقراطية. أوراق الشاشة أنا مولاي موحل أنا مولاي موحل بن عبد كريم الخطابي بن عبد كريم الخطابي وقال مولاي موحل أنا مولاي موحل بن عبد كريم الخطابي عبد كريم الخطابي لا حل وسط لا حل وسط في قضية الحرية في قضية الحرية قال مولاي موحد قال مولاي موحد لعبد كريم الخطابي لعبد كريم الخطابي ولا حل وسط لا حل وسط في قضية الحرية في قضية الحرية جلولا يا مغنس جلولا يا مغنس واش انت تعمص واش انت تعمص ناصر يا مغنس ناصر يا مغنس واش انت تعمص واش انت تعمص واحد جيقة يا مغنس واحد جيقة يا مغنس واش انت تعمص واش انت تعمص المعتقلة يا مغنس المعتقلة يا مغنس واش انت تعمص واش انت تعمص الزبزافية يا مغنس الزبزافية يا مغنس واش انت تعمص واش انت تعمص زيد
أدريت هذي أجهز نحسن زي درت مية شموية أدريت هذي أجهز المرة فاندي ذي اللي وقفه صوّضنا وارنسن حسن زي مرة فاندي درت مية وصوّضنا شي وارنسن أخويا محمد تهيخش عالي أنا هذي جن المعلومة الله لاني يا إيمان سن الحاسسية قدرة طيب هنا تحياتي مجددا باش تسلم يعني باش تسلم عاود لقى نسقي كيراثه ناكي تسمى قا من الوقفيه ذلك باش تسلم يعني انه المكاسب الواقفه تمثينا نغض النتائج جلس وخير دليل من زار روخ توالى بزاف في مضنا قيجنيني في مضنا وسين غانا روخ لك تسمى الاستمرار قاع الاستمرار خا انه عاد الظروف ينس زما ذيك زما ذي شاك يعشي الظروف العمل يعشي حاجه نظن ولكن غير الدعمس يقد دعم معنويا يتوشن غيش الطاقه شنو الايجابيه يتوشن غيش الطاقه باش انه نوصل يعني يتوشن غيش الطاقه باش انه نتشبت المطالب هذينا نتشبت القضيه النغ القضيه العادله المشروعه لا تما ديج المكسوده مقرانا قطعنا شنين وجاو نساور تجاو شي نساور حبرنا على ورق وانما مختوره دائما ما انه نتحاول انه منيني قد التطبيق نتحاول انه دائما أسنين عاجوش بمزوق أشي تسيف الحساسية دي هذي خير وتوخى أنه الوقف هذا مثينا وانتي جيشي وانتي جيشي القيمة دي بعد تران كيرا دي خير زقومي دنوسي هذا تاهينا نض مية فوتو ثان صباح تسوان شي تاري الصباح شي تسوان زي جيشي هذي خير زريفان زقومي دنخبر ذا كل شي فغند تصوناني المخزن صغيرة سنقا خالي كفيدة تصوناني المخزن خالي قرع العكس المخزن يسيد يدعمانا المخزن يسيد إنك انا نتمنى انه تفضل شي لقاء الحقيقه شي من القابيه نجاو نتسمعها كي شي حاجه ولا كي دايج الحقيقه لانه واخا المخزن هولندي يعني متعاطف يعني متخلفه
مخزن المخزن المديني وغاس بوج يبقاو كنظام كمصطلح كنظام مخزني يعني رديء جدا المسمى للمخزن الا خدم المواطني وهادي شي الدوله النظيره وجمع زاد البوليس قد المخزن المواطني ومقام المهم بلي ما تسميه ملي يحكم العصابه لانه ما غاتجي المخزن المدن ديال هنا هو العموميه الهولنديه دي بلد ديمقراطي اجتماع ديال الفداكه من المخزن ماشي لغه ديال المشاع المخزن قابل البوليس ولكن حقا هما كيقاوموا في مواقف الغني يعني المخزن ديال المصطلح وتجيبوه ذباح وتجيبوه تما ديال المصطلح انه هو سيدي المخزن يعني المخزن مخيقا يعني تنخيخ من سنخ الدوله اللي في نسيخ في ناس لانه نمشي نوخا كاري فاش من قار المخزن نبقى تما شي جن ما نسير يعرف ممكن اننا في هولندا ماشي السلطات العموميه ولا القوات العموميه سيدي شي عزاء تغريده واحد المخزن خاص المواطني نجمون كار المواطنين الجمهور كان هو زمانة ديال المؤسسات هو زمانة ديال شي حاجة ديمقراطية ما حد عاد دير المخزن يحكم بهم إذا ثانيتين جوج نوع استثنائي من المواطنين يسلطون دخان الديني أربع القرون مسلطين دين وعاد مستمرين يوني ما قار المخزن أما ديال الدول النظرية تيبدا أما سنة الشرطة أما كاينين القوات العمومية الحقيقية علاش عمومية؟ لأن المهم تقاس القوانين مصلحة الشعب والمواطنين دولة الحق والقانون المهم بالامن المواطنين حتى دوينا الى الشرطه الدانيتي تلقى هذه المسائل القانونيه ماشي جاد المواطنه تطبق على كل شيء يعني تسمى ابو فقاد صحيح لانه رانج الغلط توقع عليه ياس وتجيبو مريه وغانا بزاف المصطلحات يعني يجي بحكم انه هو توالي يعيش قد الدوله المغازين يعني الثقافه الدوله يعني هو المصطلح انه المخزن المصطلح غير انما البوليس الهولندا الشرطه الهولندا ليش الشرطه تخدم مصلحه المواطن وتجيبو تقمعوا المواطن وتعتقلوا في المواطن يعني وتعذب المواطن كما تفعل الشرطه او كما تفعل حاشا ولله غير الشرطين المخزن اللاعب او الجحافل القمعيه كي تجي الدوله وفي ذلك حيخشكم عاليا وقام لانه الوقفه هذا باش نوقفه غاصر الرمزيه ينس باش نوقفه لانه تصور باش الميساج ضم قران تصور لانه وريفيا على الاقل نتشب فيه سحسن سحسن في المطالب ديال المشروعه سحسن في الجامعه سحسن في السبيطار سحسن في الخدمات سحسن في الحريه عبر المحسن على الاقل نتشب فيه على الاقل نتشب فيه والتشبك كي الصراحه الالقي البراءه الابرياء كي تجان كي سجن في الليل والعار الابرياء اختلط في الدوله ني فني على خاطر متشبثين في القضيه النو ميمان جا واش كان معتقل سياسي سابقا بقى ختي تعاود غاز ميمان جا كمعتقلين نبدا كيف مظنو اقل كيسن فوس كفوس ماني ما واخا كارف مي غفار نعرف تحيخشكم عاليا وقاغكم باللي الوقفه تمثيلنا غاز نديش الرمزيه غاز نديش الميساج لا مقرر الدوله وفي ذلك لانه تكدسنيش الازعاج يجي الازعاج الدوله في ذات باش يستسد في ناس المؤسسه ديال الاسلاميتين ديال الدول الاوروبيه خاص الدولان الهولنديين زعما توران لانه الشعب ريفي دائما اقاف يعني انكار من الدولان وفي ذات كاريف توران بزاف من المناظر الفاليتين خذي هولندي المجتمع هولندي اكسي اكسي يجي النظره الدولان النظره الحقيقيه غيتفهموا ما يقعنا في ذات يتسنى انت بلي الدولة ديكتاتورية الدولة اللي تقمع عايز مظنة نعتقل كيف مظنة وخا الاعلام هولندي تعيا الدور كيما انايا وخا الاحزاب السياسية يعني تعرف تقمع كيما انايا فهذا المأثنة المكاسب الحراك المبارك المقدس وقاخ دائما ما دام ان ابطالنا على خلق السجون عاود ممكن شي طفغان ما دام ان ملفنا المطلوب عاود تحقق شيء صامدون صامدون الى اخر نفس تحية عالية احييكم عالية
واش تقرا يا زوري السقسه يا زوري السقسه واش تاس المعلومات انت جراند زفت شاحن ضرب وين العزيز خرج وين تعجبني انا يا يقيش دنيتا تيتي جرومي يتسقسا ميني توقع عند دنيتا يخزات صوايا ودنيتا ربع عضنا يثمات نغمش زريما يثمات ويثمع ربحا مقران خميت تفنزي القنسولية يو في ثار تسنت بدنا كينا قانا نخصتا مرم تيشنا نخشن دقن نصائح تسمى قوت جيب ناذم ماريوز دادي قضا دنيتا تيتشغر نسقا ذا عياشيني غلا ديني غادر حق نسن باش هذا سن قنا في وريقي نسن باش كيسن اسن فضان رخذ مثل نسن تسمى ذوالي جنار بحضون قرن يثمى سوي ثمى القنسولية ثا قد ماني يسمو الزاران القنسولية ثاني تاتيت خمي غان غتسن أي ثمى ثنغ ذاني تاتيت ضمان كين قانا نغستمر قامش نزرى ذاني تاتيت عاود يجنو هولندي يوز دي تسقساو مثلا عبد الغني يتسقسا خت صوارينين يتوارديني حنجان ضم الزيان ذيها محمد بو بوهنوش يتسقسا ناقاتو زدعو كيس تمغانس ذو ذا ربح يا ثمى سوي ثمى ومثلا عبد الغني باش نختم قا نشي نغانغ ذانيت الوقت اثنين باش ونتش الفرصه وفي ثرا ونيتا باش سيني قا سعد ونزير وقتني المهم باختصار مثلا عبد الغني زراي يثم مثلا غيري في نغي حواريين وسين غانغ سوان كينغ ذي هولنديين مزما ختيني باختصار باش نبلع باش انا يشت مثلا غير التسندات لقد بزاف يريديين تسندات المسائل سن الاداريه ومن حقهم مثلا بعض خصوصا مع المغرب بس المهم وسير لقانا يشت مثلا تستمر قبليه الصوت المغداري قصاد كيما اللي عاد بدا غير تراغا وثنين الضامري لا قلنا كذا وقوا تسين شاف قلنا كذا ولكن سوال نسال وسال كلمه نسال لما جا قانا يشت مثلا باش استمرت اما بالنسبه اي هولندي اللي قاعد السنتين تسقسان كانوا ما غاتجر خبار بان من الذين الفروقات الجسيمه اللي حقوق الانسان اللي قاتل المغرب اللي ولكن شعر راس الخالد ديالنا الشمال يعني العريف في المنطقه النضليه من الشيء اللي مازال العريف خاصه خصوصيه ينس والشيء نقيس السياده غير يعرف وقا ومتفق الجمعيه الشعبيه العريف طلب الحقوق ينس ديالنا
لا زعت فرض السيادة ينس النظام اللي العصابة اللي الجواب ينس وهي تحصر عليه تقماع تقوات تقتصب أتخضف أتوي الرها ينعصها السجوح ينس والرها إني طفيطان وبعد ياس الأحكام قاسية حتى العشرين عام ودايس المهم دواغي يسن شاها ودعنتني ناس المهم شينا كيفن مضامنين كيدوان واستمر ديال عمل الوان واستقسانا بعض النبذان غنغداتين دي ديريتيين وما غنجاش المناصب دا دي هولندا مال نمشي جاني اللي ندير اصلا ضربات دايس نلقى ديريفين دي حوريين دايس نظلي اليد الطويله دانيتين جو مخزن دي هولندا وخصص لا دايرين القيمه الاوفيائي هولندا هولندا غير دي السمغان يسنيوش المكانه سواء السياسيه ولا مش متجا ولكن فين نلقى خدم هناك الدوله العصابه اللي دين دي المغرب دا وينو واخا المهم اي ثمث نغنيو شنو ملايا ولكن واخا شكون اللي خليت الساعه السؤال عقد مدين بزاف ديال مثلا طالبين ان اخصاصا يعني على الاقل اللي جندر تشوا ولا ست شوا اتسحبن الفلوس نسن ديال الابناء كني جان ديالي ديال الباطن اللي وفيت يعني الفلوس نسن حنا نستثمر الحوايج نغني اللي غاتنسنو كاع ماني نغني ديك السن لي ديال الابناء كني يواين فعن حد سنك فاع عند الزيتن غاري وذن يعني النظام ذي وذن جغاب وازاس نستن في عارف اذن بزبيري فيين هذا وعانا بيين على الاقل بيين وخوات فرغ المسيرة وسيويل ولكن على الاقل من الناحية المادية قد تيجا مهمة جدا باش يمكن الضمن نخا اقارف نسن نزي اخر مخزن اخسيسا اتسحب الاموال نسن يجان ديال ابنك تحياتي مثلا عبد الغني تشكاري شطاس يوزيشك مش توري ما يثمس ويثما نوزداني تاتي نعباخ الغضب النغ في نفس الوقت نسيو ثابرات النغ رخو باش نجمع تصاوانا يثما ثنغ باش ما نغني نتكمر ذي الوقت باش ما نغني نغتيش نار رخصا نشين تحترم القانون سيرميين ثمانة يا ثمس ويثما ميسا جيواض ايوز كن ميسا جيواض بانه مخذني يجيني كل شيء تصواد كل شيء يعرف ثيني ثم شيء من الواقع فإذا انتين نحلاج جيثان نحلاج جيثان كن مستقبل انه وان تفاز الستة وان كن الواقع فإذا انتين من اجل انه ونصرة القضية الريفية ونصرة للمعتقلين ونصرة لحراك الشعبي المبارك المقدس نشنين قاعك خاصة ذنيتين يعني كي مدينة أوتريخت يعني قاخت تاع وقت بلي انه مرمي ما سمح لنا الفرصة انه هاد الناس هانيك ذا الوقفة القنصلية وفيثار نيغا السفارة نيغ ماني ما يعني اي ادارة مخزنية ذنيتين كي اوروبا كي هولندا اغا صناح انا عبر الغضب النا كمعتقلين سياسيين كنشطاء حراك الريف كمناضلين احرار مثومتنا كريم مثومتنا مثومتنا عبد الغني اكيد مثومتنا محمد يعني مختورين الله يلتحق داك النظام نتا الصومودينيس النضاليس ذنيتين تحية ومثنا محمد يعني برهنت ختش بوذينس قال القضيه مختبره انا بزاف المعتقلين عاورو تسيني زياريف ختش بوذينس قال القضيه نعرف قال القضيه الحراك الشعبي ونقات بلي شي كمعتقل حراك نعرف عاد غاني ريوور عاد غنزيع ثانيتين خل المؤسسات وفي ذار اني نور ثانيتين لانه الدوله ثانيتين القاره ثانيتين مخني غي جيني الاوروبيه قارة ضوض النواج توضيج مستوى الديمقراطية تعبر المخصصة تنين من خصد ولذلك والله تاني يما تنقونصير ذانيتين مارون يما سالمغرب وقونصير ذانيتين كمعتقل حراك الريف أثنارك ذانيتين أتفت سما من تقنشنين ذوالو لقات عاد قوانت أشكال نضالية مستقبلا حراك النغ ويتمتيشي أكيد نغ الأحرار بدنا كيضنا أكيد نغ الأبطال زقومي بدنا حراك ثنين بدنا الحراك ذا جروبا نسنيث من عنا الأحرار نسنيث من عنا نياقز دي بدنا الحراك قد من وغا يعني التاريخ لا يرحم التاريخ يشهد على ذلك ولا يرحم الخونه ولا يرحم من يزنزن تسمى القضيه الحراك الاحرار قضهان وتسمى ذينا المكسب الحراك ذينا تسمى ذنيتي جانشنين كمعتقلين يا سواء اني جانك السجون ولا سواء اني ديفون غنفتخر بلي انه شنين نعاني نوفر فرحس غنفتخر بلي انه شنين نقدم تضحياني لانه وانا مينا تامن قاكم مخينا هما في مغ كريم تعتبر الواجب مخ تعتبرنا بزاف في مضنا وقاغاني اللي هو المستقبل كمعتقل حراك ريف اوروبا وكانت اشكال نضاليه قريبه ان شاء الله عاد كانت اشكال نضاليه ومستمره الحراك النا باقي ويتمدد اش من قاوره نقاد الحقيقه الحراك النا باقي ويتمدد ثلاث سنوات تحيي خشكم عاليا
اش نتو راه نضني تما احييكم عاليا وتحيه الشريف عاش الشريف ولا تعايش مع النظام المخزني.